بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا الكتاب، هذا الباب الذي ذكره المؤلف، ذكره بعد بابين لهم ارتباط بهذا الباب، وهو الباب الذي قبله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وباب من الشرك الاستغاثة بغير الله. فهذه لها ارتباط بهذا الباب، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهو بين بأن ما يستغاث به من قبل المشركين وما يستعيذون به وما يلجأون إليه لا يصلح لهذه العبادة، لا يصلح أن يستغاث به ولا يصلح أن يستعاذ به ولا يصلح أن يدعى. والسبب في ذلك أنه لا يخلق شيئا، والمتقرر أن الذي لا يخلق لا يعبد، وإنما يعبد الذي يخلق. ولهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولأن المخلوق من لازمه أنه جاء بعد عدم، كان معدوم فخلق، ومن لازمه أنه سوف يفنى، لأن البقاء لله عز وجل، كل من عليها فان. وما دام أنه معرض لهذا النقص وأنه كان عدماً وسوف يكون عدماً، فإنه لا يصلح للعبادة. ولهذا أكبر صفة تدل على أنه لا يستحق العبادة أنه لا يخلق وأنه مخلوق، وكل شيء ما سوى الله مخلوق، من جبريل عليه السلام إلى حملة العرش، إلى بقية الملائكة، إلى بقية الأنبياء والمرسلين، فكل هؤلاء مخلوقون بعد عدم، وكلهم سيفنون ويموتون، حتى جبريل عليه السلام سوف يفنى ويموت. وما دام أن هذه الصفة ملازمة لهم، فكل مخلوق لا يصلح للعبادة، لا يصلح أن تعبده وأن تدعوه وأن ترجوه وأن تخاف من دون الله عز وجل. ثم ذكر صفة أخرى تبين أن هؤلاء الخلق لا يصلحون للعبادة البتة، وهي قوله تعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني لا يستطيعون لعابديهم نصرا ولا حتى نفسه ينصرها. ومن المعلوم أن من عجز عن نصر نفسه فإنه يعجز عن نصر غيره. فلو كان طلبهم لا يرد
وشفاعتهم لا ترد البتة لصاروا ينتصرون. أتظنون أن المعارك التي هزم فيها بعض الأنبياء وغلبهم فيها الكافرون ما كانوا يدعون الله عز وجل أن ينصرهم؟ كانوا يدعون الله قطعاً. مستحيل أن يدخل نبي معركة ولا يطلب من الله النصر، فهو لا ينصر نفسه، النصر من الله عز وجل، إن شاء نصره وإن شاء لا ينصره، لحكمة يعلمها سبحانه. ولو كانت مكانته عنده عظيمة، أتظنون أن الذين يبتلون من الأنبياء وتصيبهم الأمراض ويصيبهم القتل وتصيبهم الهموم، أتظنون أنهم لا يدعون الله ولا يطلبون منه أن يزيل عنهم هذه الكروب؟ فهم يلجؤون إلى الله في كل شيء ويستغفرونه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فهم يلجؤون إلى الله، لكن النصر بيد الله عز وجل. فالذي يتوجه لمخلوقين ويظن أنه قد كفوه في طلب النصر فيطلب منهم أن يتوسطوا عند الله، والمخلوقون لا يملكون النصر لأنفسهم فضلاً عن أن يملكوه لغيرهم، فإن من عجز أن يملك النصر لنفسه أو أن يدافع عن نفسه فإن الفطرة المستقيمة تعلم أن هذا لا ينفع غيره إذا لم ينفع نفسه، تعلم أنه إذا عجز عن نصر نفسه فإنه عن نصر غيره أعجز. وهذه الحجة هي التي احتج بها إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام، وبين أن كبير الأصنام الذي هو أكبر الأصنام لا يتكلم ولا ينصر نفسه ولا يدفع عن نفسه بأسا، فدل على عجزه. فإذا كان عاجز حتى عن الكلام لما طلبهم أن يوجهوا إليه السؤال هو عاجز أن يتكلم، هو عاجز أن يقول: جاء رجل اسمه إبراهيم وقتله كسرهم، هو عاجز عن هذا، عاجز عن الكلام وعاجز عن الدفاع عن نفسه، فكيف يضيعون أوقاتهم ويعكفون على أصنام عاجزة عن الدفاع عن نفسها؟ وهذا كل من عنده فطرة سوية فإنه يعلم ذلك. ذكر أهل السير أن رجل اسمه غاوي ابن عبد العزة، غاوي ابن عبد العزة من بني سليم، وكان ساد لصنم، ذكره ابن سعد في الطبقات وغيره، كان ساد لصنم، وهذا الصنم هو سواع، سمى سواع، فكان ساد لهذا الصنم، وساد بمعنى أنه هو الذي يحرسه ويقدم ويستقبل النذور ويكون مسؤول عنه، يعني له بارتباط. وهذه السدانة ليست بالأمر الهين، تعتبر شرف، ولهذا سدانة الكعبة عند بني شيبة يعتبر شرف لهم، إن الله سبحانه وتعالى أسند لهم سدانة الكعبة. وسدانة الكعبة ليست كسدانة الأصنام، سدانة الكعبة هو أن مفتاح الكعبة معهم يفتحونها للمسلمين فحسب، فالله جعل هذه السدانة لهم. سدانة الأصنام يكون مسؤول عن الصنم لكنه يستقبل النذور ويحرسه، وغالبا لا يختار لسدانة الأصنام إلا من كان عنده اجتهاد في عبادتها. فهذا السلمي، انظروا إلى اسمه، غاوي ابن عبد العزة، وعبد العزة صنم ثاني، وكانوا يعبدون أحيانا للأصنام، فكان يحرس هذا الصنم، وكان يقدم لهذا الصنم نذور، ومن هذه النذور التي قدمت للصنم تمر، قدم له تمر، وكان هو في أشد حاجة إلى أكل هذا التمر، لكنه لا يستطيع أن يتجرأ لأنه قدم للصنم عليه. وهو في أثناء الحراسة جاء ثعلبان
من هذه الثعالب، فصعد أحدهما على رأس هذا الصنم فبال على رأسه، فشخ عليه وبال على رأسه، فتيقظت الفطرة عند هذا الرجل، وكان قد سمعوا عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا خير فيها، فقد سمع عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتيقظت الفطرة عنده، يبول على رأسه، يهينه الثعلب بهذا البول على رأسه ولا يدفع عن نفسه، ونحن لا نستطيع أن نتجرع على التمر خوفا منه، ما هذا؟ ثم قال قصيدته المشهورة، أبيات قالها ما أدري هي طويلة لكن المحفوظ منها: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. يعني هل هذا يصلح للعبادة؟ أرب يبول الثعلبان برأسه فقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم حطم الصنم وأخذ التمر ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان هذا قبل غزوة الفتح، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال له: ما اسمك؟ قال: غاوي ابن عبد العزة. قال: لا، أنت راشد، أنت راشد ابن عبد ربه. غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه تعبيد لغير الله، ولأنه والعياذ بالله رواية فيه غاوي ابن عبد العزة، فقال له: أنت راشد ابن عبد الله. وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا. إذن انظروا كيف تيقظت الفطرة عنده أن هذا المعبود من دون الله عز وجل فيه نقص، والذي فيه نقص ما يصلح للعبادة، ومن نقصه أنه يذل، قد بالت عليه الثعالب، يذل ويوضع البول على رأسه ولا يدفع عن نفسه شيء. وكل الأصنام هكذا، وكل القبور والأضرحة الآن هكذا، لو تجر عليها شخص وهدمها ولا وضع عليها شيء هي نفسها، هي الأصنام ما تغيرت، هي الأصنام ما تغيرت، وإن كانوا يعتقدون أن فيها أرواح وأن هذه الأرواح لا يمسها التعذيب ونحو ذلك من الترهات، لكم كلام باطل لا قيمة له البت. ولهذا بين من شروط المعبود أن يكون خالق، وهذا لا يكون إلا في الله عز وجل. من شروط المعبود أن يملك النصر، وهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يملكه أحد غيره. ومن شروط المعبود الملك، أن يكون مالك. فهل هناك أحد يملك هذا الكون ويتصرف فيه؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. وهذا القطمير هو اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمرة، عندما تنشف التمرة يكون عليها لفافة رقيقة جدا، هذه اللفافة لا تغني ولا تسمن من جوع، ما حتى في الأكل ما تفيدك، يعني شيء رقيق جدا. هؤلاء لا يملكون القطمير ولا يتصرفون فيه، والمراد لا يملكونه لك، لأنه قد يكون عنده بنوك وعنده ثروات وعنده، لكن هذا الملك ملك مقيد محدد، لو لم يرد الله عز وجل لك شيئا فلا يستطيعون أن يقدموا لك قطميرا، قطمير لا يستطيعون. ولهذا في باب الملك تحداهم الله عز وجل بهذا، أنهم لا يملكون قطمير. وفي باب الخلق تحداهم أنهم لا يملكون خلق ذبابة، ذبابة. وانظروا إلى هذا الأمر العظيم الذي تحدى الله به الخلق إلى الآن على قدرتهم على صناعة الطائرات والبوارج الحربية والأشياء الكثيرة مما ترون من الصناعات الدقيقة الدقيقة جدا، ومع هذا ما يستطيعون خلق ذبابة على حقارتها، لا ذبابة ولا بعوضة ولا نملة
ما يستطيعون البتة. وهذه المعامل الدقيقة وهذه الأجهزة الدقيقة كلها لا تستطيع ذلك، لأن الروح من أمر ربي، الخلق يحتاج إلى روح، والروح من أمر ربي لا يستطيع أحد أن يتصرف فيها، الروح من أمر ربي. فهذا دل على عجزهم في الخلق ودل على عجزهم في التملك، فهم لا يملكون شيئا البتة. إذن لا نصر، لا خلق ولا نصر ولا ملك. ولا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. انتبهوا لهذا الأمر العظيم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وهنا مسألة، هل الميت في القبر يسمع ولا ما يسمع؟ لأن النفي هنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ثم قال ولو سمعوا، على فرض أنه سمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولهذا العلماء لهم في سماع الأموات في القبر لهم فيها قولان. القول الأول أنهم يسمعون، ومن أظهر الحجج في القول بأنهم يسمعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نصره الله على المشركين في موقعة بدر أمر بجثة 24 رجل من صناديد المشركين فسحبوا حتى رموهم في قليب، والقليب هي البير، قليب هذه بير ليس فيها ماء، بير مفتوحة، فرمى بهم في القليب 24 من صناديد المشركين، ثم وقف عليهم وناداهم بأسمائهم وقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعد ربنا حقا. يوبخهم على الموقف الشنيع الذي وقفوه، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعد ربنا حقا. فقال له عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله تخاطب أموات قد جيفوا، يعني صار لهم ريحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في بدر 3 أيام وارتحل في اليوم الثالث، قال تخاطب أموات قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول، ما أنتم بأسمع ما أقول منهم، يعني ليه أنتم سمعتوا كلامي فلستم بأكثر سمعا مما أقول لهم، فهم يسمعون. فهذا دليل على أنهم سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من أظهر الأدلة وهو قصة صحيحة. الدليل الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الميت إذا وضع في قبره فإنه يأتيها الملكان ويقوم وتعاد الروح فيه، وإنه لا يسمع قرع نعال الذين دفنوه، يعني هم ذاهبون عن القبر وهو يسمع حركتهم خارج القبر، يسمع قرع نعالهم، فدل على أنه يسمع ما كان خارج القبر. فإذا كان الأموات يسمعون فما معنى هذا النفي هنا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم؟ قال المفسرون لأن السمع نوعان، السمع نوعان، سمع يستفيد منه صاحبه فهذا السمع الصحيح، وسمع لا يستفيد منه صاحبه فهو كالمعدوم. ولهذا أطلق على المشركين بأنهم صم عمي،
وهم لهم أذان ولهم عيون، لكنهم عمي عن رؤية الحق وفيهم صمم عن سماع الحق، فاعتبروا في منزلة الأصم وفي منزلة الأعمى، لأن هذا السماع لا يستفاد منه، هذا السماع لا يستفاد منه. فعلى هذا فإن هذه الآية لا تدل عن نفي السماع عن الموتى، وإن كان بعض العلماء قال السماع هنا مقيد في حالتين، فهم يسمعون. الحالة الأولى لما خطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله جعلهم يسمعون ذلك، والحالة الثانية عندما يكون الميت في قبره وتأتيها الملائكة وتختبره، وأما ما عدا ذلك فلا يسمعون. وهم أرادوا الجمع بين الأدلة، أرادوا الجمع بين الأدلة التي تقول إنه يسمع والأدلة التي تقول لا يسمع، لكن لا يلزم من الأدلة التي وردت أنه لا يسمع مطلقا، لأنه يطلق في اللغة على الذي لا يستفيد من السماع أنه لا يسمع. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وهذا قضية نهائية، لأنهم لو سمعوا لن يستجيبوا البتة. السبب أنه لا يستطيع أن يفعل شيء لنفسه، مثل ما ذكرنا البارح في درس التفسير. فإذا كان هو لا يستطيع أن يعمل لنفسه شيء، لا يستطيع أن يستغفر في القبر، لا يستطيع أن يدعو لأن عمله قد انقطع، فهل سوف يستغفر لك وسوف يدعو لك وأنت تأتيه وتشتكي عليه؟ لو كان ذلك ممكن لفعل هو لنفسه وازداد عملا وازداد خيرا، لكن هذا كلها قضايا موهومة لا دليل عليها البتة، بل الأدلة تردها تماما. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهو لا يعمل، وإنما يلحقه أجر العمل الذي تركه في حياته وهو مستمر. أما هو في ذاته فلا يستطيع أن يقرأ قرآن ولا أن يصلي، ولا بحيث يزداد عملا، لا يستطيع ذلك البتة. إلا في مسألة محددة جاءت في قصة الإسراء، وهذه لعلها تأتينا ويكون لها بحث مستقل في ما يتعلق بليلة الإسراء. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يعرفون أن هؤلاء أشركوا، لأن الله يسألهم فيعرفون أن هؤلاء أشركوا بهم، فكيف يكفرون بشرككم؟ معنى يكفرون يتبرؤون من شرككم، معنى يكفرون بشرككم يعني يتبرؤون من شرككم. ودل على أن هذا الكفر بالشرك من معاني الإيمان، الكفر بالشرك، الكفر بالطاغوت، البراءة من المشركين وأهل الشرك، هذا من معاني الإيمان، أنك تتبرأ من الشرك والكفر وأهل الشرك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الخبير بأحوال الناس في الدنيا والآخرة، أما غيره ما في أحد يعلم الغيب ويكون له خبرة به، فهذا هو الذي سوف يكون، وأنهم يوم القيامة يتبرؤون، لأننا قد أخبرنا بذلك الخبير سبحانه وتعالى. ذكر هنا الشارع عليه رحمة الله، قال في كلامه على الآية: وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق، يعني الذين لا ينصرون أنفسهم
ولا ينصرون غيرهم. قال هذا وصف لكل مخلوق، يعني لا يملك النصر لا لنفسه ولا لغيره، وإنما يملكه الله عز وجل. ولهذا قال هذا وصف كل مخلوق، حتى الملائكة والأنبياء والصالحين وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يستنصر ربه على المشركين ويقول اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذا كقوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا أيضا كقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فيأتيه أشياء تمسه صلى الله عليه وسلم وتمس المؤمنين لكنه ما يعلم الغيب حتى يحول بينه وبين هذه الأشياء، وبين أنه نذير وبشير بما أمره الله عز وجل به، ينذر من الكفر ويبشر بالإيمان وينذر من نار جهنم والأعمال التي تؤدي إليها ويبشر بالأعمال الصالحة التي تؤدي إليها. لكنه ليس له من الربوبية شيء، ليس له من الإلهية شيء، وإنما هو عبد الله ورسوله. بل أمره الله عز وجل قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني لا أستطيع أن أملك لكم الضر ولا الرشد، والمراد لا أستطيع هدايتكم، فإن الهداية نوعان، هداية دلالة على الخير وهداية توفيق للخير. فإنك قد تبين الخير للشخص وتهديه إليه لكنه ما يقبله لأنه حرم من هداية التوفيق، وهداية التوفيق بيد الله عز وجل. وهداية الدلالة أرسل الله رسوله ليدل الناس على الخير فهو يرشد إلى الخير. وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يريد لا أملك لكم هدايتكم إلى الرشد ولا أملك أن أضر أحدا منكم، هذا الأمر بيد الله عز وجل. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني أنا عبد لو أراد الله عز وجل أن يفعل بي شيء فلا يجيرني أحد. ما قال إبراهيم يجيرني أتوسط بإبراهيم، ما قال نوح يجيرني وهو قبله أنبياء كرام، وهو يقول قل إني لن يجيرني من الله أحد، فكيف الذين يطلبون أن يجيرهم الحسين ولا البدوي ولا عبد القادر الجيلاني ولا العيدروس ولا غيرهم من أصحاب الأضرحة؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن أجد، قل إني لن يجيرني من الله أحد. طيب ليه ما يتوسط بالأنبياء السابقين؟ ليه ما يلجأ إليهم؟ لأنهم ماتوا ما يتوجه لهم البتة ولا يستطيعون ذلك لأنهم قد ماتوا، والميت لا يطلب منه. لو كانوا أحياء ممكن يقول يا إبراهيم ادعو الله لي، لو كانوا أحياء ممكن أن يتخاطب معهم. ولهذا لما قابل موسى في السماء فإنه تخاطب معه وقبل نصيحته لما قال ارجع إلى الله واطلب منه التخفيف في موضوع الصلاة، لكن بعد ذلك ما يتكلم مع أموات، ما يمكن أن يتكلم مع أموات البتة. وهؤلاء الذين يخاطبون الأموات لا شك أنهم على ضلال كبير، يخاطبونهم وهم في قبورهم فإنهم على ضلال كبير، وإن العمل الذي يفعلونه هو فعل الجاهلية الأولى تماما، كما كانوا يدعون هبل واللات والعزى، هذا هو فعلهم، فعلهم تماما. ومع الأسف الشديد أن ينتشر في بلدان المسلمين وتجد كثير من الناس عنه ساكتون، وهو دين الجاهلية الأولى.
بل بعضهم يجد المعاذير ويقول هؤلاء عاشوا على هكذا، وهؤلاء جهلة، وهؤلاء ما أحد قال لهم، وهم يقرؤون القرآن تجد منهم حفاظ في كتاب الله عز وجل. أين هم من هذه الآيات؟ تجد بعضهم حفاظ لهذا القرآن، فكيف تقول إنه يجهل وهو يحفظ هذا القرآن بكامله من حفاظ القرآن وهو يستغيث بالمخلوقين؟ فهذا أي جهل عنده؟ فالأمر يعني جد خطير. وهذا الشرك لا نظن أنه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لن يكون هناك شرك، بل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدين سوف يكون له غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولا يكون في حال غربة إلا إذا جهلت هذه المعاني التوحيدية الإيمانية، فإنه يكون في غربة. والآن نرى أن كثير من الناس قد انصرفوا عن تعلم أصل الدين، انصرفوا انصرافا كبيرا. تجد كثير من البلدان الإسلامية ليس في مناهجها شيء مما يتعلق بدين الله، بالتوحيد ما في. تجد الطلاب يبدأون معهم من الابتدائي، في المتوسط، الثانوي، الجامعة، ولا يعلمونهم شيء من دين الله، من أصل الدين. فهم يريدون من يعلمهم؟ ولولا أن الله سبحانه وتعالى ييسر بعض طلاب العلم باجتهاد شخصي يدعون الناس. الآن بكثير من بلدان المسلمين الذي يدعو إلى التوحيد هم أفراد لا علاقة لهم بالدول، أما المناهج التعليمية فهي لا تهتم بالتوحيد وشرحه وبيانه ونواقضه إلا في هذا البلاد، والحمد لله، التي يدرس فيها العقيدة ويدرس فيها التوحيد ويبين ما يناقضه، مع أن بعض من الناس منصرف عنه، وبعض من الناس يحاول التقليل من شأنه، وبعض من الناس يأتي بحجج شيطانية ويقول عقول التلاميذ لا تتحمله، لا تتحمل مسائل التوحيد ومسائل الشرك، عقول التلاميذ ما تتحمله، وتجده يشحن أذهانهم بفيزياء وكيمياء وحساب وإنجليزي لغيره، وهذه كلها تتحمل. وهذا من تلبيس الشيطان، من تلبيس الشيطان. من قال إنهم لا يتحملونها؟ ما يعني كونهم يعرفون أن الله هو الذي يعبد ويعرفون معنى العبادة، هذه ما يتحملونها؟ هذه ما يتحملونها؟ ما يتحملون أن تبين لهم الآيات التي تبين التوحيد وتبين ما يناقض التوحيد؟ ولهذا انظروا إلى الصحابة على صغر سنهم كيف كانوا يتقنون هذه المسائل. انظروا ابن عباس على صغر سنه كيف كان حفظ علما كثيرا. من قال انهم لا يتحملونه؟ لكن هذه حجج شيطانيه، يعني احيانا ياتي اشخاص بحجج شيطانيه لصد الناس عن الحق، والا فان الواجب عليهم اول ما يتقنون ما يتعلق بعباده الله عز وجل، وخاصه اركان الاسلام. هذا المفروض أول ما يفتق أذهانهم ويسمعون له هو هذا، هو دين الله الأساس. لكن الناس في غربة عن دين الله عز وجل، أكثر الناس في غربة، إلا من وفقه الله، أكثر الناس في غربة وانصراف. ولذلك لا نستكثر هذه النكبات التي تحل بالمسلمين، هي لإيقاظهم، لأن الإنسان إذا جاءته الشدائد استيقظت عنده الفطرة، لجأ إلى الله عز وجل. ولهذا كثير من البلدان التي وقع فيها شدائد كثيرة رأينا فيها رجعة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، من الشدائد أيقظتهم الشدائد فصار فيها رجعة. وإلا فإن الناس إذا اعتادوا على الرخاء والنعمة ونحو ذلك وانغمسوا فيها فقد يغفلون عن حق الله سبحانه وتعالى عليهم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو.
كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فما دام أن في ما دام أن غير الله يهلك فالهالك لا يصلح للعبادة، الذي يهلك هذا لا يصلح للعبادة. ولهذا قال لا ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فما دام هؤلاء يهلكون فكيف يكون لك معبود وهو يهلك؟ لا بد أن تعبد الذي لا يهلك وهو سبحانه وتعالى. وأما قوله إلا وجهه فالمراد هو الله عز وجل، يعني يبقى الله بجميع صفاته، وليس معنى ذلك أن يده تهلك، لا، وهذا لأن الوجه هو أشرف شيء، فلذلك يعبر بالوجه على أن الله سبحانه وتعالى باق بجميع صفاته. وهذا أيضا دلالة على إثبات صفة الوجه، فإن الله سبحانه وتعالى له وجه، وجه عظيم، أعظم نعمة يحصل عليها أهل الجنة أنهم ينظرون إلى وجه الله في الجنة، أكبر نعمة، أكبر من نعيم الجنة. ولهذا في تفسير الحسنى والزيادة أن الحسنى الجنة، والزيادة أنهم ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، من غير تشبيه. يعني ما نقول إن وجه الله مثل البدر، لا، فإن الله لا يشبه بشيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع، لكن الرؤية تكون واضحة، لأن رؤية القمر ليلة البدر من أوضح شيء. فكذلك رؤية الله عز وجل في الجنة للمؤمنين من أظهر شيء ومن أعظم النعيم، أنهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. ولأن هذا أعظم النعيم حجب عن المشركين، فهم محجوبون عن رؤية وجه الله يوم القيامة. فالذي يعبد هو الذي لا يهلك وهو الله سبحانه وتعالى، له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم، فله الأمر والنهي. الحكم لله سبحانه وتعالى، الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي، هذه كلها لله سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر. فالحكم لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد مع الله حكم. وحكم الخلق إنما هو تنفيذ لحكم الله عز وجل، حكم الخلق إنما هو تنفيذ وإجراء لحكم الله سبحانه وتعالى. فليس لإنسان أن يحكم من عند نفسه من غير استناد إلى حكم الله سبحانه وتعالى. والذين يجتهدون إنما ينظرون إلى أقرب ما يظنون أو يغلب على ظنهم أنه حكم الله سبحانه وتعالى، وإلا فالحكم مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله هو الذي له الحكم في الدنيا والآخرة، فكل حكم راجع إلى الله سبحانه وتعالى، والخلق منفذون. ولهذا قال سبحانه: إن الحكم إلا لله. ومن حكمه أنه حكم أن لا يعبد سواه، فقال: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فهذا حكم الله، هذا حكم الله الذي حكم به أن العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا يعبد أحد من دونه. ثم قال: فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو دين الإسلام. كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام
أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي الحديث أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، هو هذا يعني، فمعنى شهادة لا إله إلا الله هي أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فالمعنى واحد. إن قلت إن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وإن قلت إن الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وإن قلت إن الإسلام هو عبادة الله وحده، وإن قلت إن الإسلام هو توحيد الله وحده، فهذه العبارات كلها جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة، ودلالتها واحدة، دلالتها أن العبادة حق خالص لله عز وجل، وأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا سلمت من الشرك. فكل هذه العبارات الأربع، توحيد الله وعبادة الله ولا إله إلا الله وأن تعبد الله ولا تشرك به شيء، دلالتها واحدة. ولهذا الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه، ولهذا الصحابة الذين عبروا بالمعنى بعضها قال إلى أن يوحدوا الله، وبعضها قال إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وبعضهم قال إلى أن يعرفوا الله، لأن الذي بعث إليهم من أهل الكتاب ما كانوا يعرفون الله المعرفة الصحيحة، كانوا يعرفون معرفة شركية. اليهود منهم يعرفون أن له ولد اسمه العزير، والنصارى يعرفون أنه له ولد، هؤلاء ما عرفوا الله. فدل على أن أي معرفة ما هي صحيحة ما هي معرفة. ولهذا جاء في رواية بعض الروايات الحديث إلى أن يعرفوا الله، وفي بعض رواية الحديث إلى أن يوحدوا الله، وفي بعض رواية الحديث إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله، وكلها معاني صحيحة على مسألة التوحيد لله سبحانه وتعالى. والتوحيد لا يكون توحيدا إلا بالبراءة من الشرك، كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، إلى آخر الحديث. وأيضا من الآيات التي ذكر قول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني ليس لهم ملك السماوات والأرض، وليس لهم فيها شراكة، وليس لله ظهير يعني معاون على شيء، فإن الله عز وجل ما يحتاج أحدا يعاونه. وإذا كلف بعض عبيده بأشياء فهو المتصرف سبحانه وتعالى، هو المتصرف. يعني إذا كلف ملائكة بالقطر أو بالسحاب فهم لا تصرف لهم. ولهذا الناس لما يستغيثون الله عز وجل يطلبون المطر من الله ولا من ملك السحاب؟ يطلبونه من الله، لأنهم يعلمون أن ملك السحاب عبد مأمور، إذا أمره الله عز وجل أن ينزل المطر ها هنا أنزله، أو ينزله ها هنا أنزله. ولهذا ما يطلب ولا يكلم بشيء البت. يعني من جعلهم الله كلفهم الله بأشياء فليس هذا لعجز الله عز وجل عن إدارة الكون وحاشاه، وإنما لحكم عظيمة. ومنهم حملة العرش، فإن الله عز وجل قادر على أن يقيم العرش، وهؤلاء ما يحتاجهم البتة، لكن الله عز وجل لحكم عظيمة
يكلف بعض عبيده بما يشاء، لكن ليس لهم من التصرف شيء، ليس لهم ملك في السماء ولا في الأرض، ولا ينزلون الغيث، ولا يملكون ذرة، وليس لهم شراكة. وليس لهم معاونة. قال: وما له منهم من ظهير. طيب، هذه المعاونة معناتها هذه المعاونة لا قيمة لها، هذه المعاونة بالنسبة لله فلا قيمة لها لأنه غير محتاج، فلا قيمة لها، لكنها مرتبطة بحكم وأسباب أخرى. ولهذا قال: وما له منهم من ظهير، لأن الظهير يحتاج الظهير يعينه، والله عز وجل هو الذي يعين الخلق ولا يطلب من الخلق أن يعينوه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا بخلاف ملوك الدنيا، فبين أن حتى الشفاعة لا يملكها أحد إلا بإذن، وهذه هي التي ينازع فيها أهل الشرك ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، من قال لكم أنه أذن لهم؟ من قال لكم أنه أذن لهم؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يأذن عنده أحد، لا يشفع عنده أحد إلا بإذن، بخلاف ملوك الدنيا الذي يأتي الوزير ويدخل عليه ويقول: أنا شافع بكذا. وهذه الشبهة التي يتعلق بها أهل الشرك هي هذه، يقولون أن ملوك الدنيا يحتاجون إلى الوزراء والأعوان يشفعون لهم، فنحن نذهب إلى الأنبياء والصالحين نستشفع بهم. نقول: هذا مردود من وجهين. الوجه الأول أنكم تقيسون الخالق على المخلوق، فكيف تقيس الله سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا؟ وهذا القياس باطل، فلا تضربوا لله الأمثال. المسألة الثانية: من أين لكم؟ القرآن كله يرد هذا، القرآن كله يرد هذا ويبين أن هؤلاء لا يملكون شفاعة ولا يملكون شيئاً البتة، حتى يأذن الله لهم والشفاعة لا تطلب منهم وهم أموات، البتة وهم أموات لا تطلب منهم بإجماع، من يعتد بإجماع لا تطلب الشفاعة من ميت أبداً. وكل الآيات القرآنية ترد هذا الشبهة الشركية المنتشرة في كثير من الكتب، وهي لا دليل عليها إلا القياس العقلي، قياس باطل فاسد الاعتبار. ولهذا قال: فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم، لا استقلالا ولا واسطة. وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. لاحظتم؟ هم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذه العبادة أنهم يطلبون منهم الوساطة والشفاعة، وسمى هذه الوساطة والشفاعة شرك. الله سمى الوساطة والشفاعة شرك لأنه قال: يوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه شركا. وهم يقولون: لا، هذا ما هو شرك، هذا محبة أو توسل، أيهم أصدق، هم ولا القرآن؟ فالله عز وجل سماه شرك. قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال ابن كثير: يتبرؤون منكم. وهذا من معاني الكفر، أن من معاني الكفر أنه لا بد أن يكون فيه براءة، من معاني الكفر أنه لا بد أن يكون فيه براءة. فإذا كفرت بالأصنام وبالأوثان وبالطواغيت فلا بد من البراءة منها، فإن لم تتبرأ فأنت ما كفرت، لأن من معاني الكفر البراءة، أن تتبرأ. قال ابن كثير: يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى
تقربهم والتوسل بهم سماه عبادة، وقال وكانوا بعبادتهم كافرين. وذكر قول الله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فزيّلنا بينهم يعني فرقنا بينهم، فرقنا بينهم يوم القيامة لأنهم عرفوا أن هذا شرك وتبرؤوا منه. قال مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله، كل من عبد من دون الله فإنه يوم القيامة يقول أنا غافل عن عبادتكم، فمعناها أن من يدعو غير الله فهو غافل عنه وهو يظن أنه يسمعه ومهتم به ويتوسط به، والله يخبر أنه غافل عنه. وهذا يشمل كل من عبد من دون الله سواء كان نبي ولا ولي ولا حجر ولا إلى غير ذلك. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهذا الحديث برهان عظيم على توحيد الله عز وجل. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل قوله في المشركين مع أنهم تجرأوا عليه وشجوا وجهه الشريف، شجوا رأسه وشجوا وجنته حتى أن حلقات المغفر دخلت في وجنة الرسول صلى الله عليه وسلم انغرست فيها وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته، والرباعية هي السن التي بجوار الثنايا، فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. والله عز وجل قد أراد أن هؤلاء سوف يمن الله عليهم في المستقبل ويدخلون في الإسلام ويكونون من خيار الصحابة. كل الثلاثة الذي كان يدعو عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بعد ذلك من خيار الصحابة، سهيل بن عمرو والذين ذكروا معهم، فدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأن هؤلاء سوف يسلمون. ثم أرشده الله عز وجل إلى أن الأمر لله ليس لك، مع أنه استجيب لهم في بعضهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن قمية وهو الذي يعني أدمى وجهه ويقول خذها وأنا ابن قمية وقمية، فقال أقماك الله، دعا عليه في المعركة فقال أقماك الله، فاستجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وسلط على هذا الكافر تيس الجبل وصار ينطحه بقرونه حتى قطعه إربا، صار ينطحه حتى قطعه إربا، فاستجيب له بهذا الكافر، فدل على أن الأمر لله عز وجل يستجيب ما يشاء ويرد ما يشاء.
فإذا رد طلب الرسول صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره؟ فدل على أن الأمر كله لله عز وجل، فلا ينبغي أن يتعلق شخص بغير الله تماما، لا يتعلق به، فالأمر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. هنا هو ذكر مسائل لعله يشير لها في المسائل الأخيرة. أيضا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معاشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. وعباس هذا عمه، والعم صنو الأب. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شيتي، لا أغني عنك من الله شيئا. هيا انظروا كيف يبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، ولم يقل عند الشدائد استغيثوا بي. لماذا يسد عليهم أبواب الخير الذي يحرص عليه الذين يدعون الأولياء؟ يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا، أقرب الناس إليه أعمامه وبنته، لا يغني عنهم من الله شيئا، لأن الخلق جزاؤهم عند الله عز وجل ليس مرتبط بالقرابة من الأنبياء، ليس مرتبط. ولهذا انظروا إلى نوح عليه السلام، أقرب الناس إليه زوجته وولده، وكلاهما من أهل النار، وقال: والقرابة لا تنفع، ما نفعت. إبراهيم عليه السلام أقرب الناس إليه والده وهو من أهل النار. وانظروا إلى زوجة فرعون، أكبر الضلال في التاريخ، لأنها مؤمنة فكانت من أهل الجنة. فصلاح الرجل من عدمه لا تأثير له، الشخص الذي يذهب إلى رجل صالح ويقول هذا صالح وأتعلق به ما ينفع، لو نفع لنفع هؤلاء، لو نفع لنفع هؤلاء الذين ما استفادوا من الأنبياء البتة. فإذا التعلق لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرى من ذلك ويبين لهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا. فالمراد أنكم اجتهدوا في عبادة الله وطاعته، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. طبعا هو في مسائل فقهية في الأحاديث الأخيرة، منها أنه يجوز أن تدعو للشخص باسمه أو تدعو عليه باسمه في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر وهو يدعو على أشخاص يسميهم بأسمائهم: فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. فيجوز أن تدعو لشخص، مثلا تقول: اللهم اغفر لفلان ابن فلان في صلاتك، فلا حرج. ويجوز إذا كان ظالما طاغيا أن تدعو عليه باسمه في صلاتك، فهذا لا حرج في ذلك. نكتب ما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.